طيب بقى فيديو مختلف خالص لحوار الكليات ان شاء الله وتجربتي في طب قناة السويس. الفيديو هيتقسم لثلاث حاجات: تجربتي في قناة السويس، طب قناة السويس ومميزاته وعيوبها. الجزء الثاني هيبقى النظام الجديد بتاع الطب اللي هو ال5 سنين، والجزء الثالث السؤال العظيم بقى اللي هي ايه: ادخل اسنان ولا طب؟ ادخل اسنان ولا طب؟ ادخل اسنان ولا طب؟ السؤال ده جالي يعني فوق عن 30 40 مرة مثلا في الشات. نظام الطب في جامعة قناة السويس مختلف عن كل الجامعات التانية اللي فيها كليات طب، ما عدا إحنا وطب بورسعيد، طب السويس اللي هي أول سنة تفتح السنة دي، وطب اسكندرية. الأربعة دول ببلاش، ماشيين بنفس النظام بتاعنا. بعد كده عندك الطب العسكري ماشيين بنفس النظام بتاع قناة السويس، وعندك المنصورة والقاهرة أو القصر بس مدفوع. النظام اللي في المنصورة اسمه منصورة مانشستر، والنظام اللي في القصر مدفوع، الاتنين بفلوس. ليه النظام ده أصلا مختلف؟ النظام ده باختصار شديد جدا قايم على دمج البيزك مع الكلينيكال. يعني ايه بيزك؟ يعني العلوم الأساسية زي الكيمياء، زي وظائف الأعضاء، زي التشريح، كل الحاجات دي اللي هي بتتاخد في أول 3 سنين على النظام القديم، مع دمج حاجات كلينيكال، حاجات اللي هي البطنه، حاجات الجراحه، حاجات اللي مش عارف ايه. الحاجات ديت بناخدها من واحنا في سنه اولى. النظام ده اصلا اللي هم كانوا اصلا بيعيبوا عليه من في طب قناه السويس من سنه 70 تقريبا، دلوقتي لسه فاكرين يطبقوه في كل كليات مصر، كل كليات الطب اللي في مصر. فيعني احنا اتاخرنا كتير في مصر. حاجة تاني، مدة الدراسة في الطب أيا كان، هما على نظامنا 6 سنين أو 5 سنين دلوقتي. مدة الدراسة في الطب مش 5، مش 6، مش 12، مش 30 سنة. مدة الدراسة في الطب مدى الحياة، تأبيد، مش تأبيدة كده يعني، بس اللي هو أنت بتتعامل مع أغلى وأسمى حاجة على كوكب الأرض، أو أغلى مخلوق على كوكب الأرض، الإنسان والروح. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فلازم يبقى ده أعلى حاجة الناس تحس بيها. فلازم أصلا هتفضل طول عمرك تدور وتبحث، والطب أصلا متجدد، مش موضوع 5 سنين، مش موضوع 6 سنين، بس الخمسة أو الستة دي كامتحانات، كمعرفة تخصص مثلا. بس برضو نبذة سريعة كده عن المواد اللي موجودة في طب. دي تقريبا أهم مادة تقريبا في الطب، اللي هي أناتومي أو التشريح، ودي يعني مادة عظيمة، مادة عظيمة جدا لأي حد، سواء هيتخصص في التشريح نفسه أو أي دكتور جراحة بعد كده. تاني مادة مهمة برضو اللي هي الفسيولوجي، ودي بتدرس وظائف الأعضاء. يعني مثلا أخد لك الرئة والنظام الريسبيراتوري سيستم، وأقعد أشرح فيه بقى، وفي شابتر في كتاب كامل كده وأقعد أتكلم عليه. مثلا أخد الجي أي تي أو الجهاز الهضمي وأقعد أشرح فيه مثلا في كتاب كامل. مادة برضه بتبقى لحد ما حلوة وخفيفة اسمها البايوكيمستري أو الكيمياء الحيوية، ودي بتدرس بقى تركيب كل حاجة بس على صغنن خالص. يعني بتدرس مثلا السكر، السكريات، الدهون، مش عارف الدي إن إيه، حاجات الصغيرة دي خالص. رابع مادة من المواد برضه بتاعت بيزك اللي هي الهيستولوجي، أو هيستولوجي مش جاي من هيستوري خالص ولا ليها علاقة بالتاريخ خالص. هيستولوجي يعني أنسجة، دي بتدرس بقى زي الأناتومي بس على صغنن. يعني الاناتومي مثلا بياخد الستومك او المعده كلها، الهيستولوجي بيجي ياخد كل السل في المعده عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، والنواه بتاعتها عامله ازاي وكده، ده الهيستولوجي. الاربع مواد دول هما اللي موجودين في كل كليات الطب اللي في مصر اساسي. ايه بقى المختلف في طب اسماعيليه او في طب اسكندريه او في اي حته تاني؟ ان احنا بنضيف مواد كلينيكال. عندنا في اسماعيليه وبورسعيد والسويس ان شاء الله عندنا مواد اسمها فاميلي وكوميونيتي. الفاميلي وكوميونيتي دي قايمة على الوحدة الصحية، وانت ازاي تتعامل مع العيان، وانت ازاي مش عارف تتعامل مع الحوامل، وازاي تدوا تطعيمات كده، الحاجات اللي هي فعلا انت هتطلع تشتغل فيها. دي المواد اللي بناخدها كلينيكال، ده الدمج بين البيزك والكلينيكال. لا القصر فيها الكلام ده، لا طنطا فيها الكلام ده، لا المنيا، لا اسيوط، لا اي حاجة فيها الكلام ده خالص. مفيش حاجة اسمها فاميلي وكوميونيتي غير في سنة رابعة عندهم. اسكندرية برضو عندهم شوية موديولز للكوميونيتي والسايكولوجي،
وبياخدوا مادة اسمها فارما في سنة أولى، اللي هي فارما اللي هي علم الأدوية، ازاي بقى الدواء ده بيشتغل على الجسم وازاي بيأثر على مش عارف ايه وكده، الأدوية، شغل الأدوية اللي هو قريب أوي من صيدلة. فالسؤال اللي يطرح نفسه دلوقتي، هل النظام الجديد اللي هو بتاع دمج، اللي هو ال5 سنين دمج البيزك والكلينيكال، هل هيعمل الحوار ده؟ اللي هي إسماعيلية عاملاه أصلا من سنة 70، هل هو هيعمل الحوار ده ولا ازاي؟ اللي هيجاوب لنا هو الوقت إن شاء الله، والناس اللي إن شاء الله اللي هتدخل وهتعرف كل الكلام ده، هل فعلا الحوار ده هيتطبق حقيقي ولا لأ؟ طيب بقى شوية مميزات للكلية اللي أنا فيها واللي أنا الحمد لله جربتها وسألت ناس كتير عليها قوي قبل ما أدخل الحمد لله. مميزات طب إسماعيلية أو قناة السويس، ما عندناش كورسات، اللي هي المشكلة العظيمة اللي بتقابل طلب الطب، اللي هي أنت بتحس أنت في ثانوية عامة، اللي هو يلا عشان تاخد عندي درس. الدكاترة اللي في الجامعة بيعملوا كده، أي نعم مش كله، بس ده اللي أنا سمعته واللي أنا شفته. ليه مثلا الدكتور ما يشرحش كل حاجة في المحاضرات؟ ليه لازم اخد عنده درس؟ الحمد لله الحوار ده في اسماعيلية مش موجود اطلاقا، والحمد لله ولا هيبقى موجود في اسماعيلية. ما عندناش كتب للدكاترة، ولا ملزمين ان احنا نجيب كتب ولا نعمل اي حاجة، بس لازم تذاكر ايا كان هتذاكر منين. اي نعم بنجيب كتب من القصر، من الازهر، من حتت كتيرة جدا، بس احنا لازم نذاكر ايا كان المصدر، بس مش ملزمين ان احنا مثلا نشتري كتب الدكتور الفلاني او الدكتور العلاني، لا خالص. في اسماعيلية عندنا حوار اسمه كلاسز. كلاسز ليه؟ لان الدفعة صغيرة، دي برضو ميزة عظيمة جدا عشان حوار التعيين، يعني كل ما الدفعة تبقى صغيرة احسن في فرصة التعيين. دفعة اسماعيلية تقريبا اكبر دفعة فيها ما بتوصلش 200، احنا دفعتنا 160، الدفعة اللي بعدينا تقريبا 130، دي حاجة كويسة وميزة برضو في الجامعة. فعندنا في طب اسماعيلية حاجة اسمها كلاسز، اللي هي بتقسم فصول، كل فصل مثلا 10 12 طالب، وبنقعد نشرح لبعض، نحل مشاكل، نتعرض لحاجات مختلفة، يعني نظام تدريس مختلف خالص عن كل البلاد، كل المحافظات. كلاسز، حوار الكلاسز ده مهم. ليه هو أصلا معمول نظامنا بفلوس في القصر أو في منصورة؟ عشان صعب، يعني كل كلاس عندنا مثلا لازم يبقى فيه جهاز كمبيوتر وبروجيكتور مش عارف ايه، فالحوار مش سهل عشان يتطبق في دفعة فيها 1000 طالب مثلا. ايه تاني في اسماعيلية من دمج البيزك مع الكلينيكال؟ بننزل وحدات صحية من سنة أولى، تقريبا بعد شهر من سنة أولى بتنزل وحدة تتعامل مع العيانين، وبتكتسب حاجات جامدة جدا في المهارات الاجتماعية، بتقيس ضغط، بتدي حقن، بتعمل كل حاجة انت عاوزها في الوحدة. حاجة برضو من الحاجات الدمج البيزك مع الكلينيكال، عندنا حاجة اسمها سكيل لاب. سكيل لاب موجود عندنا وبورسعيد والسويس واسكندرية. سكيل لاب، سكيل لاب ده معمل المهارات، بنتعلم فيه حاجات بس يعني واحنا في بيزك، هي بتاعت كلينيكال اصلا، زي الحقن، زي الضغط، زي اي فحص، فحص العيون، فحص الودان، فحص اي حاجة في الجسم. طبعا النظام ليه عيوب، مفيش حاجة كاملة يعني، ولكل شيء اذا ما تم نقصان اكيد في عيوب. من العيوب مثلا ان في دكاترة محترمة ومجتهدة جدا 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 عندنا، بس للأسف مش ده السائد في الكلية بتاعتنا، ان معظم الدكاترة حلوين، لا مش كده. فبنضطر مثلا ان احنا نسمع شروحات مثلا لدكاترة تانية في جامعات تانية بيدوا كورسات وبيسجلوها مثلا على اليوتيوب. انا حتى في طب برضو الحمد لله برضو فضلت اشتغل على اليوتيوب كتير الحمد لله. حوار ان احنا مثلا ما عندناش كتب رسمية للكلية، ده بيدينا شكل من التشتيت شوية، بس ده بنتخطاه مثلا، لأن بيبقى قايم على كل الناس والدفعات الأكبر إنها بتساعدنا كده. بس ده دي حكاية جامعة قناة السويس، وليه أنا شخصيا اخترتها الحمد لله، مع إن كان مفتوح ليا حاجات كتيرة جدا، كان مفتوح ليا القصر، كان مفتوح ليا حاجات، لأن الحمد لله كنت من أول 300 على الجمهورية، فالحمد لله. طب بقى نظام الطب الجديد اللي هو هيدمج بيزك وكلينيكال، هل هيعملوا كل الحوار ده؟ هل هينزلوكوا وحدات؟ هل هيبقى في سكيل لاب في كل كلية الطب؟ هل هيبقى في كلاسز عشان يبقى في مهارات اكتر؟ الله اعلم. هل هينزلوا فاميلي كوميونيتي على السنين الاولانية؟ كل ده في علم الغيب حتى الان. بس يعني اللي واضح ان هو ان شاء الله هيبقى نظام الى حد ما اكثر احتراما يعني، الحمد لله. نيجي بقى للسؤال العظيم بتاع اسنان الله. طب بص، انا عندي قناعه، انا عندي قناعه بقولها لكل الناس اللي بتسالني السؤال ده. انت عندك اختيارين، طريقين، يا تدخل الكليه اللي هي اسنان وتبقى عارف انت ايه من اول يوم في الكليه، انت دكتور اسنان خلاص مفيش مشاكل خالص،
هتخلص 5 سنين تاخد سنة امتياز، هتطلع ايا كان مثلا هتفتح عيادة، مش هتعرف، هتشتغل مع دكتور كبير ايا كان، وتفضل مثلا تخلع سنان الناس ولا لا، وخلاص يعني. بس خلاص، هي دي كلية اسنان. الناحية التانية، الحد اللي عنده شغف، الحد اللي عنده حلم من وهو صغير، او بنت مثلا عايزة تبقى تتخصص نساء وتوليد، ولد عاوز يتخصص حاجة معينة، قلب مثلا، حلم الطفولة ده، وهتستحمل، هيبقى ليك نفس طويل. الطب عايز نفس طويل جدا لأقصى الحدود، إن أنت يبقى عندك حرية اختيار التخصصات إلى حد ما. أي نعم، هي قايمة على الدرجات، بس برضه بتبقى حر إلى حد ما. تخصص مثلا من حوالي 50 تخصص في كلية الطب، شوف الخيار ده ولا الخيار ده، عايز نفسك طويل ولا عاوز تنجز بدري. أنا شايف أسنان هي بتنجز بدري للي عايز ينجز. العائد المادي ما فيش اختلاف كبير، أسنان بيفتح عيادة ويخلع وممكن يسافر بره. طب نفس الحوار، طب من أسهل الكليات اللي ممكن تعمل معادلات وتطلع بره وتسافر أي حتة في العالم. وبرضه لازم تعمل استخارة، أهم حاجة بنصح بيها برضه الناس كلها اللي بتسألني السؤال ده، إنهم يعملوا استخارة. وشوف ربنا هيريحك ليه كده. مثلا لو بنت عاوزة تنجز بدري في الحوار دوت مثلا، ومش تجيلي من سنة تانية ولا تالتة، ده اللي بيحصل والله العظيم، مش بقول حاجات من الخيال، لا بقى وكده. تيجي من سنة تالتة مثلا تقول لا أنا عايز أتخطب وعاوز أتجوز ومش عارف إيه. طب يعني في سنين دراسة وفي حاجات كتير. إنما أسنان ممكن مثلا تتخطب في سنة رابعة، ممكن صيدلة كده، لو حد أصلا في دماغه الحوار ده كده، لو بيفكر إن هو يدخل الكلية بس عشان كده، ما عندوش مثلا هدف، ما عندوش حاجة أسمى من كده. أيا كان الكلية اللي هتدخلها، مفيش حاجة اسمها كلية سهلة وكلية صعبة. أي مكان هتروحه هتجتهد فيه وهتتعب فيه، لأن مفيش علم خالص سهل. أخيرا يمكن أهم حاجة ساعدتني في الكلية، ويعني وخلياني حاببها لحد ما الحمد لله، إن أنا الخبرة، إن أنا خدت خبرة من ناس أكبر مني الحمد لله. من بعد ما جبت المجموع سألت ناس كتيرة جدا، سواء في الجامعة بتاعتي أو ناس تانية، بس يستحسن يكونوا في نفس المكان أو نفس الجامعة اللي أنت هتدخلها. وبرضه مش شرط التجربة بتاعته اللي هي هتبقى حلوة أو وحشة إن هي تعممها عليك، لا، بس اسأل واعرف، واعرف مثلا المادة دي بتذاكر ازاي، الدكتور ده عاوز ايه، الدكتور ده مثلا عاوز يتحضر له اكتر، المادة دي العملي بتاعها عامل ازاي كده. اهم حاجة ان انت ما تمشيش في الكلية الطب خصوصا من غير ما تسأل على كل تفصيلة فيها، كل حاجة لازم تسأل فيها. وبالتوفيق، واتمنى اكون يعني فدتكم بحاجة في بالفيديو دوت، وان شاء الله ممكن يبقى فيه فيديوهات تانية على الحوار ده. وربنا ييسر لكم ان شاء الله، وبالتوفيق، ودمتم مكافحين في كلية الطب وكل الكليات إن شاء المولى. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.